الطحينه بتمرر مني، نعمل ايه يا مغازي؟ احنا مع بعض هنعمل الطحينه دلوقتي حالا واحنا شغالين كده. بس خلونا نجرنش الطبق الكفته ده كده، ندعمه بشكل حلو من البرزنتيشن بتاعنا. ممكن يكون سلايز ليمون، ممكن يكون طماطم شيري، دي موجوده في اي المحلات بسعر بسيط جدا على فكره، لطيفه وحلوه، بتدي شكل حلو على الاكل اهي بالشكل ده كده. والطحينه بتاعتي والفلفله الحلوه معانا والملح وزيت الزيتون، وتعالوا نعمل مع بعض سلطه الطحينه بطعم تاني. المضرب فين يا شيف؟ اللهم صل على النبي، لازم يكون مضرب قوي لان الطحينه بتتقل معانا. اول حاجه هنعملها بنحط الماء الدافي. خلي بالك المدرسه دي مدرسه المغازي اللي عمل الطحينه، واحنا مع بعض اهو. وهنحط على الماء الدافي ده التوابل بتاعتنا. طب ليه ما حطيتهاش على الطحينه؟ لان بيحصل لما نيجي نعمل الطحينه، المعلومه دي لازم نسجلها شويه، بنحط التوابل وانت بتقلبي بتلاقي التوابل ركنت في حته من الطحينه، بتلاقي كلكعت وركنت، تيجي تغرفي الطحينه تلاقي التوابل كلها في مكان واحد. فانت قلبي كل حاجه على الميه الدافيه وبعدين تنزلي بالطحينه، تبقى سهل التقليبه وسهل ان هي تختلط كلها مع بعضها. مدرسه يعني، حلو الكلام. نحط على الماء الدافي عصير الليمون. زي الفل. تاني حطيت ايه يا شيف؟ حطيت ماء دافي معاها شويه بابريكا او شويه شطه اختياري، حطيت زيت زيتون، حطيت عصير ليمون، حطيت ثوم مفروم ناعم، كل ده مع بعضه مع الميه، عامله زي الدقه بتاعت الكشري. ويا دي الكشري. حلو. ننزل بالطحينه ايه الدلع ده، ايه الجمال ده، ونقلب. حلو قوي. انا عامل غلطه هنا وانا بادئ الحلقه بيها وبادئ بيها الطبق بتاعي، قصتها. ايه هي الغلطه يا عبد الشيف؟ ان الميه بتاعتي مش بارده، ميه حاره، ميه ساقعه. حلو الكلام. وده وارد يحصل معاكي. حلو الكلام. ميه من الحنفيه عاديه. تقومي تعملي بقى، خليكي كده عندك شوية ذكاء طهوي زي الشيف المغازي. وأنا شغال أهو. أدي الطاسة على النار، حلو قوي. هنحط دول كده على النار بالشكل ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. شوف التركية اللي جاية، ما تقوليش لحد. شفتوا؟ عندنا البوكيه جارنيه بتاعنا، دي مقصودة، خلي بالك. أهو 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 أهو. هو ده. يا ويلي. على الطحينة يا شيف. جربي اللي أنا بعمله ده. حلو قوي. وعندنا حله فيها الكفر بتاع الكابوريا، ناخده هنا كده. عندنا كم كفر عم محمود؟ اربعه. الرابع. خلص الكلام، نشيل ده، مش عايزينه. ده المطبخ، بساطه سهوله برونه. هتلاقي رز بالكابوريا؟ لا، ملوش علاقه. انا حطيت الكفر هنا، ده جرنش برزنتيشن لطبق الرز بالشكل ده كده. الطحينه اخبارها ايه وهي على النار بالطعم اللي انا حطيته. دي طحينه بالفلفله الحلوه. ادي الفلفله الحلوه، طبخه كده لطيفه وجميله، بتغرفيها في الطبق بيبقى شكلها حلو على السفره، بتفتح الشهيه شويه، سبايسي حلوه، بتناسب المقليات من السي فود. يلا نستفيد بالنار والوقت بتاعنا، دايما الشيف المغازي يحب النار بتاعته حاميه. يلا قومي. حلو. ايه التركايه لعمل الطحينه بالشكل ده وبالطعم ده؟ تاني دوبنا كل التوابل في قلب الميه، والميه بالصدق ان هي ميه بارده بالحنفيه عادي، حطينا الطحينه، اصبحت هنا كلها قوام واحد، كلها طعم واحد، كلها نسيج واحد، كلها ممزجه مع بعضيها. بحطها في الطاسه على النار. اذا كان عندك شويه بوكيه او شويه دوبريه او شويه شوربه من اللي كانوا معانا من شويه بتحطيهم، ما عندكيش مفيش مشكله، بس انا بجود عشان الحاجه تطلع جميله. ونسيبهم على النار كده ونقلبهم مع بعض. كل ما تتعرض لدرجه حراره كل ما تديني قوام طعم لطيف وجميل. ونزل بكل البهارات زي ما انا اشتغلت كده بالظبط. بس جيب لي القوام بقى، جيب لي التفاصيل، الله يرضى عليك.
فرسان التلفزيون المصري. شوفوا التفاصيل بتاعه الطحينه، شفت بدا الجمال والحلاوه تطلع في لوحه فنيه على الشاشه، لوحه فنيه على الشاشه اهي اهي. جيبوا لي اللوحه الفنيه دي، ايه ده، ايه الجمال ده، ده كان فين من شويه. بدات لسه، انا هسيبها خالص مش هقلبها غير لما تشوف كل الشاشه بالشكل ده كده. لو جبنا اي حد يرسمها من الرسامين مش هيرسمها بالشكل ده، سبحان الله. هي على النار اهي، سيبوها اهي. شفتوا التفاصيل، بس انا عايزه تتولد كده مع بعض. زي ما موجوده، جيب لي التفاصيل الله يرضى عليكم يا شباب. دي يعني بص لوحه فنيه اهو اهو، شوفي اهو. حلو، ناخد الرز بتاعنا. الصلاه دي طبعا بهديها لكل الساده المشاهدين، غير سلطه الطحينه اللي متعودين عليها. الله عشرة الرز. نرجع للطحينه بتاعتنا والتفاصيل، يلا نبص عليها. نقلب بقى كده، هو ده اللي انا عايز اوصل له. على السلطه الحلوه دي اهي اهي. خلاص نرفعها من النار اهي، جاهزه اهي اهي. تاني اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الحلاوه دي؟ اللي يعمل دي وياكل منها يدعي لي. دي سلطه السمك. يلا نغرفها مع بعض في طبق حلو كده. يلا اللهم صل على النبي. طبق زي ده كده، هو ده اهو. تعالى يا غالي، الله عليك، هو ده اهي. دي طبعا لما تبرد هتديك قوام، خلي بالك، حطه في الاعتبار، لما تتقل هتديك قوام. بنحط عليها شويه بقدونس ناعمين، خلي بالك حذاري، اوعى تحط كزبره خضراء، ازعل منك. ده بقدونس بيحب الطحينه، وفي علاقه حب وقرابه بين البقدونس والطحينه، ترجع للاخ الحاتي بتاع المشويات اهو. حلو، ونقلبها بالشوكه كده. والسفره بتاعتي باختصار شديد النهارده خليها سمك، ولكن بطعم تاني.